تعالوا تعالوا اشتروا حاجات المدرسة، تعالوا تعالوا اشتروا حاجات المدرسة، تعالوا. مالك كتير قوي محدش بيجي يشتري. ايه مالك يا طز، مالك زعلانة ليه؟ قربت كتير ببيع مفيش حد يقعد يشتري مني. خلاص انا عندي خطة تخليك تبيعي. الخطة دي هتنفع تخلينا نبيع الحاجات؟ تقوليها تخليك تبيع كل حاجة عندك. خلاص يلا بينا. خلاص يلا بينا. اوكي تعالوا تعالوا عندنا سحب على حاجات للمدرسه، تعالوا تعالوا ادفع 50 جنيه بس وهتكسب وهتكسب شنطه. تعالوا تعالوا انا عايزه اشترك في السحب. بكام؟ 50 جنيه بس. ايوه ان شاء الله هتكسبي. ياخد السحب ورا. هي جبت شنطه. جبت شنطه. بابا عايز اشترك في السحب ده. هتدفع 50 جنيه وتشترك معانا في السحب وممكن تكسب شنطه وقلمه او اي حاجه. اه اتفضل اصحى ورا. انت كسبت معلم رشدة، حظك كان كده. اتفضل معلم رشدة كسبتها اهي. بابا انا عايز اكسب شنطه دي مش عجباني. على فكره ضحكتي عليا، المفروض نكسب شنطه. انا عايز ارجع المقلمه دي واخد فلوسي تاني. لا حضر اشتراك في السحب، ما ينفعش تاخد فلوسك. مش هاجي اشتري من عندك تاني. يلا 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 بسرعه، كمان خطه في الدنيا هناك. ايه فين مش عارف. لو سمعت عايز اشترك معاك في السحب. كم الاشتراك؟ الاشتراك في السحب ب 50 جنيه بس. خد اتفضلي 50 جنيه. اسحبي ورا. هيك تبقى شنطة. حظك حلو قوي كسبتي شنطة. هيك كسبتي شنطة جميلة قوي. ايه ده، هو انا ممكن يعني ادفع 50 جنيه واكسب شنطة؟ الله ده سحب حلو قوي، انا هشترك فيه على طول. دي 50 جنيه هنا هشترك. يا رب اكسب شنطة. خدي. ايه ده، انا كسبت لانش بوكس وكنت عايز اكسب شنطة. مبروك كسبتي لانش بوكس. ايه ده، انا بحب اللانش بوكس على فكرة. انا عايز اشترك معاك السحب. هدفع كام عشان اشتري؟ هدفع 50 جنيه. دي فلوس اهي. هنشوف حظك عامل ايه. اسحبي ورا. مبروك كسبت شنطه. هي كسبت. وما اديني 50 جنيه اشتري بيها اكل. بس انا بصراحه عايزه اشترك في السحب ده. حاجات للمدرسة، تعالوا تعالوا ادفع 50 جنيه بس وهتكسب وهتكسب شنطة. تعالوا تعالوا اعمل ايه، اشترك في السحب ولا اروح اجيب الاكل لماما؟ هشترك في السحب وماما اكيد لو شافتني جايبه الشنطه هتفرح. اتفضلي 50 جنيه اهي، ما غيرت تخليني اكسب شنطه. اسحبي ورا يمكن تكسبي شنطه. حظك كده كسبتي قلم، المره الجايه تكسبي حاجه اكبر. ايه ده قلم كده هتزعلي جامد. لا معلش اديني فلوس، انا هقعد شويه اتفرج عليهم وممكن هما يدوني فلوس. بكمان اشترك في السحب. خدي نشوف بقى حظك عامل ايه. يا رب اكسب شنطة. يا رب اكسب شنطة. خدي. هي كسبتي شنطة. ايه رايك؟ الخطة مشيت معاك كتير قوي. مبروك كسبتي شنطة جميلة. هي خطة مشيت كسبتي فلوس كتير قوي. ايه ده؟ مفيش غير بنت واحدة هي اللي بتكسب الشنطة، وكل الزعيم مش بي... ما حدش بيكسب. لا هما أكيد عاملين خطة. هو رب بتاعتي ورقي. انا هوريك. على فكره انا عرفت الخطه بتاعتكم. خطه ايه؟ مفيش خطه ولا حاجه، المحل قدامك اهو. انتوا بتخشوا الناس. احنا ما بنخش حد على فكره، بتخليهم يكسبوا حاجات بسيطه. هم حظهم كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا احنا مش بنخش حد. انا لازم ابلغ الشرطه عنكم. ايوه معلش اخر مره ما تبلغيش الشرطه، وانا هديكي شنطه جميله قوي بس ارجوكي ما تبلغيش الشرطه. ايه ده، انتوا ممكن تدوني شنطه؟ خلاص ادوني شنطه ومش هبلغ عندكم الشرطه، بس لازم تبطلوا اللي انتوا بتعملوه ده عشان ده حرام. خدي الشنطه اهي. هي اكيد ماما مش هتزعل مني، هتفرح بالشنطه لما اروح بقى بسرعه.
انك زعلان ان احنا كسبنا فلوس كتير قوي، حاسه ان احنا بنعمل حاجه غلط وبنضحك على الناس. عندك حق، احنا فعلا ضحكنا على الناس، احنا بنخش في الورق ونخليهم يكسبوا حاجات قليله وكده ربنا يزعل مننا، بس اكيد ربنا يسامحنا واحنا مش هنعمل كده تاني. معلش يا رب مش هنعمل كده تاني، والناس اللي ضحكت عليهم هرجع لهم فلوسهم. صح، لازم نرجع فلوس للناس تاني عشان ربنا يسامحنا. سامحني يا رب، سامحني يا رب. احنا اسفين جدا، احنا ضحكنا عليكم بس ربنا احنا نرجع لكم فلوسكم تاني، انتوا سامحونا. دلوقتي محدش هيزعل مني. خلاص طالما انت عرفت غلطي انا سامحتك، هشتري كل حاجات المدرسه من عندك. انا متشكره قوي لكل اللي تحت امرك.